ارفع الحمامة. أخ شريف، الحكومة حكومة كافرة فاسخة وداعرة. يعني أنت معانا؟ طبعا معاكم. مستعد تنفذ كل اللي هنقول لك عليه؟ رقبتي أنا من إيدكو دي لإيدكو دي. يعني مش خايف من الحكومة؟ أنا ما خافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. قلبك عامر بالإيمان. لا إله إلا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. أخ شريف. أيوة. جات اللحظة اللي القدر اختارك ليها عشان تقدم أكبر خدمة للأمة الإسلامية كلها. طبعا طبعا. ايه اللي بيلفوح حوالين وسط ده؟ هذا حزام الناسف. حزام ايه؟ ناسف. ناسف ناسف يعني؟ احنا واثقين من ايمانك، متأكدين انك مش هتتردد انك تضحي بروحك من اجل الامة الاسلامية كلها، والشهادة هي المكافأة الكبرى التي ستنالها بمشيئة الله. انت مكانك مش هنا. امال فين؟ فوق. فوق فين؟ فوق مع الشهداء. وانتوا هتقعدوا هنا تحت وانا هطلع فوق لوحدي؟ ايوه. طب ما تطلعوا انتوا فوق وانا استناكوا هنا تحت. هذا قدرك. الحزام ده هينفجر بعد ساعة من دلوقتي بالظبط، وانت عارف هينفجر فين. فين؟ في العمارة كلها.